GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. كتير بنشوف الويبات مليانة بالفيديوهات بطريقة جميلة جدا، زي اليوتيوب البلاير بتاعه، زي ميتا كافيه، زي كل المواقع اللي بتعتمد على عرض الفيديو. طريقة عرضهم مختلفة، إنما البلاير هو اللي بيبقى دايما لازم يكون بالفلاش، ودايما بيعتمدوا على تقنية الستريمينج أو اللايف ستريم داخل الفلاش أو بيئة الفلاش زي ما هنشوف دلوقتي. عايزين بقى نتعلم إزاي أتعامل مع الفلاش، وإيه هي الامتدادات، وإزاي أتعامل مع الفيديو كويس جدا داخل الفلاش CS5.5. هقول لك عشان تعمل امبورت الفلاش، الفلاش مش بيسبورت الجميع الفورمات الا فورمات معينه خاصه بالفلاش. يعني لو انا جيت من هنا فايل وجيت قلت له امبورت فيديو، الفيديو ليها حاجه لوحدها، لو جيت ضغط ضغطه بلاقي في حاجه غريبه هنا شويه عن اي حاجه امبورت تاني. بقول لك سيلكت فيديو، الفيديو ده فين؟ فين على الجهاز بتاعك؟ بقول له خد بالك انت يعني في اختيارين، لود اكسترنال فيديو ويز بلاي باك كومبوننت او امبيد اف ال في ان اس دبليو اف اند بلاي ان تايم لاين. الاختيار ده التاني ده هينزلك الفيديو في نفس الملف بتاع الاس دبليو اف، طبعا هيكون كبير جدا. ما عنديش مشكله في موضوع حجم الملف ان كنت برضو بتعامل مع برنامج على الديسكتوب او على الموبايل، تمام. لكن مشكلتي كلها على الويب سايت، لان ده تحميل على النت وكله على حسب سرعته، وده فيديو، فكل ما كان الملف اصغر كل ما كان احسن. فانا بقول له لود اكسترنال فيديو ويز بلاي باك كومبوننت، يعني هقول لي خد الفيديو ده بره الملف اللي انا هعمله واقراه. يعني هو هيعرض لي الفيديو هنا جوه، بس الفيديو السورس بتاعه بره الملف. فتلاقي الملف طالع لي كام بالكيلوات، انما حجم الفيديو ممكن يكون 10 ميجا مثلا، 50 ميجا. فهو ده الفرق، اللي انا بحمل البلاير في الصفحه بتاعتي. وخلينا ما نتكلمش كتير، نتكلم عمل شويه عشان تقدر توصل لك الموضوع. عندك السيلكت هنا، واول اختيار يقول لك براوز، وهنروح على الوركينج فايلز في رقم 16 هذا الفيديو، وهو بامتداد دبليو ام في او ويندوز ميديا بلاير. اوبن، بقول لك ايه ذا فايل، الفايل ده مش سبورت للفورماتس اللي بتعامل معاها المين الفلاش، ومن فضلك روح على حاجه اسمها ادوبي ميديا انكودر عشان تحوله لسبورتد فورمات اللي هو اف ال في او اف 4 في. اقول له حاضر. هنفتح الادوبي ميديا انكودر، ده بينزل مع برنامج الفلاش، اي برنامج فلاش بينزل مع الباكج بتاعته ضمن التسطيب الادوبي ميديا انكودر. بقدر اضيف من هنا عندي القوائم، طبعا انا مش بصدد ان انا اشرح البرنامج كله، بس انا هاخد اللي انا عايزه منه دلوقتي. من الاديت، من الزائد دي بضغط ضغطه بيفتح لي الجهاز بتاعي. انا عايز اعمل ايه؟ عايز احول الفيديو اللي انا شفته من شويه ل FLV او F4V عشان يقدر يقراه الفلاش ويعمل له امبورت جوه الاستيج بتاعي. فباجي مثلا جوه باخد الفيديو، اقول له اوكي اوبن، بيقول لي الفورمات بتاعتك، لو ضغطت ضغطه هنا F4V ولا FLV ولا H274 ولا MP3، اقول له FLV او F4V مش هتفرق، الاثنين بيتعامل معاهم الفلاش، انا بفضل دايما FLV. البريست بتاعتك او الكواليتي بتاعتك انت هتعرضه على ايه؟ خد بالك عشان تفرق قوي الحته دي. ليه؟ في الفريم ريت
وبتفرق في المساحة وبتفرق في الكواليتي، بتفرق في كل حاجة. فأنا يعني دايما بيبقى عامة على الويب بالمقاس ده اللي هي 640 في 480، وده أعتقد إن ده مقاس اليوتيوب، أعتقد إن ده مقاس اليوتيوب. أو ممكن تقول له اديني نفس المقاسات بتاعتك بتاعت الفيديو الأصلي تمام، بس بميديم كواليتي مثلا أو هاي كواليتي. أنا هقول له مثلا خليه بالهاي كواليتي، الملف صغير مفيش منه مشكلة، وأقول له الأوتبوت فين، هتحطه لي فين؟ أقول له هحطه مثلا في الوركينج فايلز وهسميه سامبل، وطبعا اف ال في يس، بطريقة لذيذة جدا. بروح جاي قايل اوكي، بلاقي هنا لو عايز اشوف هو يعمل ايه، بس كان المفروض يبقى هنا بس هو ملحقناهوش، مفيش مشكلة. بروح بقى على الامبورت تاني، هو حوله لي خلاص اف ال في، بعمل براوز بلاقي السامبل اهو والعلامة بتاعته. طبعا لو انت مسطب الادوبي ميديا انكودر بيبقى العلامة بتاعته دي، لما بضغط عليه بلاقيه فعلا اف دوت اف ال في، وبعدين بقول له اوبن كده قبل اهو، ويقول لك نيكست. جميل. بعد نيكست بيقول لك اختار السكين اللي انت عايزها. السكين بتاعتك عندك بقى سكنات بالعبيط كتير او كاستم سكين، عندك سكين مثلا زي ده اشكال، او زي ده، او مثلا زي ده، تختار اللي انت عايزه واللي يحلو ليك، مفيش اي مشكله، مش هقول لك لا. سيرفر اول، وخلينا مثلا نروح، طبعا لو في سكن يو ار ال هنا مش متاكتفه عشان دي تمام. نيكست بقول لك فينش، وصلني بالحجم ده. طبعا انت بتبقى عارف 100% مقاس الفيديو بتاعك كام، او بتبقى عارف المقاس بتاع السيج بتاعك كام والفيديو بتاعك كام، وتماتش بينهم كويس. يعني المقاس بتاع الفيديو ده مديك فوق اهو الويدث بتاعي 720 في 404. لو كان المقاس ده مش عاجبك بروح انا عايزه مثلا 800 في 400 بالظبط، على قد مساحه الاستيج دي، فبروح تاني من الادوبي انكودر بقول له خد لي ده وحوله لي اف ال في والماتش، بضغط عليها ضغطه بيقول لي السورس بتاعك. باجي من الفورمات، باجي من الفايلز، باجي من الفيديو من هنا، واقول له اديني بقى المقاسات بتاعتك كام، هيبقى كام في كام. ريسايز فيديو بقول له 800، وافك دي في 400 تمام. يبقى انا اتحكمت كده في حجم الفيديو بالظبط. هاجي بقى كل اللي عليا دلوقتي اللي انا هقول له اوكي واقول له بلاي، يوريه اليوم. تمام، نفس الخطوات تاني، بقول له امبورت، عايزين نمسح بس اللي في اللايبرري ده عشان ما يبقاش حاجه زي ده، يعني امبورت فيديو براوس وهات لي ده، نيكست، اوكي فينش، نزل بالظبط على مقاس الاستيج بتاعك. لو جيت ضغطت ضغطه طبعا هيظهر لي البروبرتي زي ما احنا اتعودنا، اي ضغط على اي اوبجكت بيظهر لي البروبرتي بتاعته في الورك شوب بتاعتي او ورشه العمل اللي هي على اليمين دي. لو احنا جينا نشوف هنقول الاكس طبعا بصفر لان هو بيبدا من فوق، والواي صفر ده مكانه البوزيشن، وطبعا الويدث بتاعه والهايت بتاعه مظبوطين 100%. الالاين بتاعه في السنتر ولا في التوب ولا في الليف، لو انت حاطط كلام وفي في وسطيه
الفيديو ده، بتقول له هو فين بالظبط، لمين الكلام، ولا شمال، ولا شمال الكلام، ولا فوق، ولا ايه. فانا الديفولت بتاعه سنتر. اول ما يبدأ الفيديو بيعمل له اوتو بلاي ولا لا؟ يعني لو جيت عملت تيست للموف دلوقتي، كنترول انتر، الديفولت بتاعه كده دلوقتي اشتغل على طول من غير ما يقول لي. الديفولت بتاعه انه اشتغل على طول من غير ما انا اسمح له اللي هو يشتغل ولا لا، لان انا هنا مديله بقول له اوتو بلاي. لو انا جيت شلت دي مش هيشتغل الا لما اقول له اوكي. طبعا اراعي ان السكين اللي انا مختاره، خد بالك ان هو مديك مقاس الفيديو بالظبط، مقاس السكرين دي. طبعا الحته اللي تحت دي ما راعيناهاش في الاول، فدي مش ظاهره، فعشان تراعيها ممكن تغير السكين من البنسل ده وتخلي دي الجزء البر تحت ده جوه هنا فوق، او انك تكبر مساحه الاستيدج او مساحه العمل عشان تاخد دي كمان. خلينا نغير السكين من البنسل واقول له خليها فوق كده، بس دي يعني مش عجباني. انا عايز اي حاجه داخل البورده ده. خلاص انا هاخد اي حاجه بقى من غير تضييع وقت اكتر من كده. سكين اندر، لا انا مش عايز اندر، انا عايز ماشي حاجه زي كده بجواها، بيبقى جوه كده بالشكل ده كده حلو قوي. باجي اوسطنه في الاستيدج بتاعي، تمام، واجي بقول از لايف، ده اللي هو طبعا ستريمينج او على الهوا، البريفيو من هنا، ضغطت بلاي طبعا بيظهر لك الاستيدج من عندك من هنا الشغل كله، وبعدين من هنا كمان بتظهر الفول سكرين وعندك الفوليوم بالطريقه دي. هتعمل السكين ده اوتو هايت، لما يشتغل شويه يختفي يروح نازل البرده تحت، ماشي شايف اتاكتف هناك اهو، هيظهر لك بالطريقه دي بالفاد ان والفاد اوت. وسكين باك جراوند الفا هيبقى شفافية البار ده، هنقول مثلا طبعا هو من الصفر للواحد، فهتقول له مثلا دوت 5 يعني نص، هيبقى حاجة زي كده. هو عموما دايما لما نكون عاملين كده دوت 8 بالطريقة دي. السكين باك جراوند ممكن هتغير بقى بالشكل ده، أو حاجة مثلا هات اللون ده بالبيكر يبقى احلى. عندك السورس بقى بتاع الفيديو بتاعي، هيقول لك فين في الجهاز بتاعك لو انت عايز تغير، يبقى فين بقى عندك، بتقول له والله انا غيرت هنا وبعدين رحت فين، وتجيب له تاني الفيديو لو انت عايز تغيره. الفوليوم بتاعك من الزيرو للواحد، طبعا هو واحد كده اعلى حاجه، لو انت عملت برضو نفس الحكايه زيرو او بوينت 5 بيبقى النص، تمام. تعال بقى نعمل بلاي، يبقى نص اهو. انا شلت الاوتو بلاي فهو ما اشتغلش، فمجرد ما بقول له بلاي بيشتغل معايا. اتفرج على الفيديو، طبعا هنا بتمسك السيك بار ده بتوديه زي ما انت عايز. جميل، يبقى ده بالنسبة للفيديو وطريقة الامبورت والإيديت بتاعت البروبرتيز بتاعته والكومبوننت بارامترز بتاعته.
طب افرض انا عايز اعمل كاستم للادوات بتاعتي اعملها انا، تمام؟ فباجي هنا بختار الفيديو بتاعي وباجي بختار السكين بقول له نان. اوكي كنت مختار اي واحد، وبعدين بروح جاي قايل له نان، فبيشيل لي جميع الكنترولز اللي كانت موجوده على الاستديو او على السطح بتاع الفيديو بتاعي. كده تتاكتف الادوات اللي انا عايز احطها. دلوقتي هنا مفيش ادوات خالص، فانا عايز احط بقى ادوات من عندي بطريقه معينه، وارسم مثلا بار هنا واظبط بلاير على مزاج انا. هاجي اعمل نيو لاير، هسمي ده الفيديو، واجي اعمل نيو لاير واروح جاي مثلا على ريكتانجل برامتيف، واروح قايل له شيل البوردر، واروح جاي مثلا راسم حاجه زي كده، والارو اللي تحت اروح جاي اعمل كده. كويس، هحول ده، هخليه والله مش هحوله زي ما هو، مفيش منه اي مشكلة خالص، بس ممكن اخليه الالفا بتاعته 72. بقفل الاتنين وباجي بعمل هنا الكنترولز، وهنا كنترول بيجي. احط الكنترول ازاي؟ اروح على قائمه ويندو وافتح الكومبوننتس او كنترول اف 7 من الكيبورد، او كوماند اف 7 لو شغال بالماك، هلاقي لي فاتح لي حاجات زي كده. طبعا الحاجات دي في الكومبوننت، الكومبوننت اللي بتعلق لو انت شغال على برنامج الفيليكس او اليوزر انترفيس او الفيديو. احنا عايزين الفيديو ده، عندي شويه حاجات بقى بلاي وباك وكل حاجه زي ما انت عايز. احط البلاي فوق هنا مثلا، خلينا بلاي اند بوز زرار واحد في الاثنين، وخلينا في الفول سكرين بوتوم، وخلينا في الفورورد يقدم، والباك يرجع، وهات كمان الفوليوم. انا عايز اعمل بلير زي كده. ماشي، ايه تاني؟ البفرنج بار عشان التحميل، يبين لك التحميل هنا. هات لي بقى ده الباك ورا الفورورد، الفوليوم بار، وهنا بقى لوحدها كده مثلا الفول سكرين، وعندي هنا هيبقى في النص مثلا في نص الستيج البار بتاع التحميل. نحط الكومبوننت في مثلا مع اخينا ده، تمام، خليه هنا ماشي، ونعمل تيست للموفي. سيف اول، كنترول انتر او كوماند انتر. لو شفت انت بقبل لك البفر هنا دلوقتي، طول ما يحصل تحميل كل ما في بفر هيظهر لك هناك. بلاي، بتحرك بقى بالبوزيشن ده او بالحته دي زي ما انت عايز، فوق على جنب تحت، تعملها بقى اشكال فكاهيه، تعملها كوربوريت نظام زي الشركات كده، حاجه محترمه زي كده اللي انت عايزه. طب ازاي افعل دي؟ لو ضغطت عليها ضغطه ما بتتفعلش. لازم تتفعل، بقول لك في صفحه الويب نفسها بتدعم الخاصيه دي. ازاي؟ لو انا جيت مثلا قلت له من قائمه فايل اقول له ببلش سيتنجز، بضغط عليها ضغطة وبروح بقول له
في ال HTML رابر، اقول له التمبلت، بقول له ايه بقى؟ فلاش اونلي الاو فول سكرين. تعالى نعملها بعد ما نعمل بابلش. انا هعمل بابلش دلوقتي، في الاوتبوت فايل هيقول لي مثلا في الوركينج فايلز، وهقول له فيديو دوت اتش تي ام ال، ماشي بابلش، اعملها لي بابلش كده. اروح على الوركينج فايل، هلاقي الصوت فايل والصفحة بتاعتي HTML، ضغطة أو دبل كليك بلاقيها اتببلشت فين؟ في صفحة الويب بيج بتاعتي. لو جيت ضغطت كده بتظهر معايا، مفيش أي مشكلة. لو جيت ضغطت هنا ضغطة ما لقاهاش متفعله. ليه؟ لان ما مفعلتش اللي انا بقول لك عليها الفول سكرين. يبقى من ببلش سيتنجز بروح على اتش تي ام ال رابر، وبعدين باجي هنا اقول له الاو فول سكرين. اوكي اسف، المفروض كان ببلش على طول. الاو فول سكرين اهي، تمام. بابلش بيعمل لك على طول ريبليس هناك للفايل. بفتح الفايل دبل كليك بعمل كده، عملت لي فول سكرين زي ما انت شايف. عايز تطلع منها باسكيب بالشكل ده، انتر او بلاي. جميل جدا. عايز اوسطن ده في النص. واحد بيقول لي ازاي اوسطنه؟ هشوف انا الفلاش ممكن يستخدم لي انهي امكانيات عشان اقدر اوسطنه بالشكل ده. طبعا مديني الطول والعرض، ده ترانسبيرنت، ده هنشرحه برضو في الببلش. هو يعني تقريبا من هنا سكيل اند الاينمنت اتش تي ام ال الاينمنت. هو لا، هو مش مديني الامكانيه اللي منها اقدر اوسطن من هنا. فانا باجي بكل بساطه خالص باجي على برنامج الدريم ويفر، او لو كنت تعرف اتش ام ال توصلها مفيش مشكله، بس انا حابب اقولها بقى عشان في ناس فعلا مش عارفه الموضوع. بقول اوبن واروح على الملفات العمل بتاعتي مكان ما انا سايب الملفات وعامل لها ببلش. اقول له افتح لي الفيديو ده او الصفحه دي واضغط ضغط عليها كده، تمام. واروح على الفورمات واقول له الاين او الاينمنت سنتر، بسيف كنترول اس. باجي على من الايقونه دي او اف 12 من الكيبورد، بقول له مثلا بريفيو ان فايرفوكس بقى في النص زي ما انت شايف كده، وتبدأ تحط الكودينج بتاعك بتاع عادي جدا بتاع الويب سايت بتاعك او بتاع البلاير بتاعك. تقدر كمان تعمل اديت في البوتونز. اخترت البوتون ده ومسكت الكنترول والزائد فبيعمل لي زوم عليه، دبل كليك بشوف من جوه عامل ازاي. هنا البوز وهنا البلاي، اتنين موفي كليب. بضغط دبل كليك تاني، دبل كليك، دبل كليك. شوف
فانا بقى بدأت توصل للون بتاع فعلا من جوه البطن من جوه. ممكن اخلي اللون ده مثلا احمر، واللون اللي بره برضو نخليه احمر. احنا كنا في بلاي، نقفل بلاي، نخش على البوز دبل كليك، برضو البوز طبعا اتأثر بنفس الالوان كده، جميل. ودايما مثلا نروح جايين في ده كمان، اروح جاي قايل له ده خليه لي كده بالشكل ده مثلا، يعني تست بقى عندك حاجة زي كده. طبعا بتشوف الرولوفر تبدأ تغير فيه زي ما انت عايز، او ده كمان اتأثر بيه. تبدأ اي حاجة من دول فعلا تبدأ تخش جواها وتعمل اللي انت عايزه جوه. دبل كليك اللون بتاعها احمر اهو شكل كده كده. يبقى الفوليوم بقى بالاحمر بالشكل ده. وكده قدرت اعمل هيتنج على او كاستمايز للبوتونز بتاعتي.